كريب حلو بحشوتين. في الخلاط هحط كوباية لبن، بيضة كبيرة، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة ونص زبدة سايحة، معلقة ونص سكر، وهنخلطهم. اتأكدت ان هما اتخلطوا كويس، هنزل بكوباية الا ربع دقيق. نخلط الدقيق ضرب متقطع، هغطيه واسيبه يرتاح ساعة. في طاسة ما بتلزقش وعلى حرارة متوسطة هدهنها زبدة بخليط الكريب وابتدي الفه في اتجاه واحد، هسيبه لحد ما ينشف الوش والاطراف تفصل. فصلت اطرافه بالطريقة دي، هبتدي اقلبه على الناحية التانية. دقيقتين كمان على الجنب ده، تنشف الاطراف دي شوية وهنشيل الكريب. بقت جاهزة، فهياخد واحدة، حطت شوكلت وهقفل عليها، تنيتها نصين كمان وهحطها في طبق التقديم. الحشوة التانية هحط فيها كراميل موز وهلفها رول. عملت بقية صحابها بنفس الطريقة، وهحط عليهم من فوق برضو كراميل، شوية من عين الجمل. وكده الحشوة التانية للكريب جاهزة، جربوها ويا رب تعجبكم.